روح القدس. مين يحب بقى يسأل أي سؤال تاني؟ اتفضل هنا. هو احنا ليه سيدنا بنصوم صوم الرسل؟ طيب حاضر اتفضل يا يا مؤمن. صوم الرسل بيبتدي بعد عيد الخمسين، عيد العنصرة مباشرة يعني يوم الحد بيبقى عيد الخمسين، لأن المسيح قام يوم حد. فلما نحسب 7 أسابيع، 7 في 7 بكام؟ 7 في 7 بكام؟ ها؟ 49. 49، 7 في 7 ب49. لكن أنا لما أكون النهاردة الحد، الحد الجاي، لو كنا النهاردة الحد يعني، النهاردة مش الحد بس الحد الجاي، ها؟ لما أحسبهم ألاقي من الحد للسبت 7 أيام، ومن الحد للحد 8، يبقى لازم أقول 49 زائد 1، يبقى يجي يوم حد برضو. أديكم مثل أهو، إحنا الحد الاثنين تلات الأربع الخميس الجمعة السبت أبتدي تاني، ها؟ الحد الاثنين تلات الأربع الخميس الجمعة السبت، دول كام؟ 7. الحد 8، يعني 7 زائد 1. فلما أنا أحسب من يوم الحد بتاع القيامة ليوم الحد بتاع عيد الخمسين، عيد العنصرة، يبقى بضرب 7 في 7 وبزائد 1، يبقوا كام؟ 50. برافو عليك. عشان كده دايما عيد الحلول روح القدس يجي حد، يجي يوم حد. هو ده سيدنا عايز يقول لك كده، دايما عيد العنصرة يوم حد. فبعد يوم الحد اللي هو يوم عيد العنصرة ده عيد بقى، تاني يوم عيد العنصرة بنبتدي الصيام، يبقى يوم ايه؟ تاني يوم الحد، يبقى يوم ايه؟ يوم الاثنين. والصيام ده يقعد لغاية عيد الرسل اللي هو بيجي يوم 12 يوليو، عيد استشهاد بطرس وبولس الرسولين، عيد الرسل. فبناخد من بعد العنصرة لعيد الرسل صيام الرسل. المسيح قال للتلاميذ وقال للناس، لما جاوب الناس اللي سألوه قالوا له ليه التلاميذ يوحنا والفريسيين بيصوموا كتير وتلاميذك ما بيصوموش؟ قال لهم هم العريس يبقى موجود في الفرح ويصوموا، لو يوم فرح كده او يوم احتفال جواز، ويبقى العريس موجود ويعملوا صيام في اليوم ده ينفع؟ فقال لهم ما ينفعش. لما يصعد العريس اللي هو المسيح للسماء، عريس الكنيسة، هيصوموا في الايام دي بقى. طب صعد هو يوم عيد الصعود، يوم خميس الصعود بعد القيامة ب40 يوم، ليه ما بنصومش صيام الرسل بعد عيد الصعود على طول؟ عشان بنحتفل بصعوده للسماء 10 أيام. وحاجة تاني كمان، إن الكنيسة ما تقدرش تحط قوانين قبل ما يحل الروح القدس. يعني إيه؟ قانون صوم يقولوا الأربع والجمعة صيام، عشان الأربع تذكار خيانة يهوذا والجمعة صيام تذكار صلب المسيح. فابتدوا يقولوا الأربع والجمعة صيام بقوانين الرسل. الأربعين المقدسة صيام، اللي هي تذكار صوم السيد المسيح. أسبوع الألام صيام. ابتدت الكنيسة تحط قوانين للصيام، بتحط قوانين الصيام بعد حلول الروح القدس. فما ينفعش كانوا يصوموا بعد صعود الرب، لكن لازم يستنوا الروح القدس يديهم قوة للشهادة وقوة للجهاد، ومن ضمن الجهاد الصيام. وليه بقى بنصوم صيام الرسل بعد عيد العنصرة؟ لأن الرسل ابتدوا يشهدوا للمسيح بقوة، وابتدوا يبشروا، واتحبسوا واتجلدوا واتبهدلوا، ويعقوب الرسول اتقطعت رقبته بعد عيد العنصرة بمدة مش طويلة. ده يعقوب ابن زبدي اللي هو أخو يوحنا الحبيب، مش يعقوب ابن حلف اللي هو يعقوب الصغير، اتقطعت رقبته، هيرودس الملك قطع رقبته. فالكنيسة ابتدت تتبهدل، ده لكن تتبهدل وتشهد، بقى شهيد
زي ما بنقول ماري جرجس شهيد، ماري مرقص شهيد، ست دميانة شهيدة. الشهداء بيعملوا معجزات حتى بعد استشهادهم. كنيسة قوية بتشهد للمسيح حتى لو كانت اتعرضت من اليهود في الوقت ده لاضطهادات شديدة في بداية المسيحية. فطبعا الصيام هنا بيدي فكرة عن ان احنا بنصلي عشان ربنا يدينا قوة. الصلاة عاملة زي البخور، الصيام عامل زي الفحم. الفحم اللي منور بالنار، مولع نار بالروح القدس يعني. الفحم من غير البخور له ريحة حلوة؟ لا. البخور من غير فحم ممكن يطلع ريحة؟ لكن لما نحط البخور على الفحم بيطلع ريحة حلوة خالص. الصلاة حلوة زي البخور، والصيام حلو زي الفحم المولع، الإنسان اللي فيه الروح القدس وصايم. لكن صيام من غير صلاة أو صلاة من غير صيام ما تبقاش زي لما نحط الصلاة مع الصوم. وعشان كده السيد المسيح قال إن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين. بس طبعا لو صلينا في أيام ما فيهاش صيام برضو الصلاة حلوة، بس بتاخد قوة أكتر مع الصيام، لأن البخور لما تشم ريحته كده وهو مش فوق الفحم برضو ريحته حلوة وقيمته حلوة. إن عندنا بخور لما نحطه في الشورية يعمل ريحة، يطلع ريحة. مين يحب يسأل سؤال تاني؟ تفضلي يا نتالي.